شاء الله تبارك الله. سيول وادي سر، اليوم الأربعاء 28 من شهر ذي الحجة. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد على نعمة الغيث والسيل. Thank you.
ما شاء الله تبارك الله، لقطة من سيول وادي سر محافظة بيش اليوم الأربعاء 28 من شهر ذي الحجة 1443. اللهم لك الحمد والشكر.